كنت عايز أسألك بقى على الحاجة الأكثر خطورة على السوشيال ميديا، التعليقات السلبية والهجوم الغير مبرر ساعات بيحصل، يعني أنا بتعرض له وأكيد أنت تعرضت له، احكي لنا عن الموضوع ده، بتتصرف معاه إزاي؟ بص يعني أنا القصة عندي مختلفة شوية. في ناس بتطلع تهاجم وخلاص طبعا، بس معايا الموضوع مختلف. هو اللي عايز يخش يهاجم، هو طبيعته عايز يخش يهاجم، صح، بيسمع فيديوهات بتاعتي ما تعرفيش اللي بيحصله بيتأثر. ففعلا مفاجأة عندي ان مفيش هجوم، يعني انا كنت متوقع يقولوا لي انت ايه اللي انت بتعمله ده، ايه الاغاني اللي انت بتعملها. انا بدخل الناس في حاله بينسوا اصلا انهم يهاجموا، فيبتدوا يتفاعلوا معايا يقولوا لي دي سنه كذا. ساعات بقى حد يغلي مثلا، اقول مثلا اغنيه دي نزلت سنه 90 وانا عارف انها نزلت سنه 90، يقول لي لا نزلت 89، يعني اقول له خلاص السنه دي اللي فرقت. مش بنعدي على السنه، يمكن لانك انت عم تلمس حته الحنين للماضي بالزبط. بقلوب الناس، وهذا شيء جدا جميل، لانه يعني كل جيل سبحان الله، انا بحكي يا ريت ترجع ايام زمان، ايام كان في بساطه، حتى ما كان في سوشيال ميديا، فانت عن جد بترجعنا قاعد لايام الزمن الجميل. الزمن الجميل العيله كلها كانت مع بعض، بنجتمع كلنا في رمضان، بنسمع مسلسلات معينه، بنسمع اعلانات، الكلام ده كله في الذاكره. فعشان كده الناس بتخش خلاص، احنا هم كل همهم يجاوبوا، يعرفوا مين اللي بيغني هنا، مين اللي عامل تتر المسلسل ده، مين اللي عامل الاعلان ده. فالحمد لله لا لحد دلوقتي ما فيش هجوم، يعني ممكن بعد الحلقه بقى يبقى فيه هجوم. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله لا. طيب بدي اسالك انا كمان سؤال ثاني. هلا انت ذكرت انه انت التيك توك اولادك قالوا لك عنه انه لازم تعمل اكاونت او حساب على التيك توك وهيك، اولادك هل بيشاركوا معك بهدول الفيديوز؟ بعطوك افكار؟ الأولاد إحنا من مرات متعلم منهم يعني، وهل بتمنعهم أنهم يعملوا فولو لأشخاص معينين؟ حطيت لهم restrictions أو يعني تعليمات أنه ممنوع تتابعوا أكاونتات معينة على تيك توك؟ والله هم الأولاد واخدين شوية من باباهم الحتة الفنية شوية. حلو. فهم بيحبوا التيك توك جدا، بيحبوا يشاركوني التيك توك. صحيح في حاجات كتير ما يعرفوهاش من الأغاني القديمة يعني، بس لما بيعملوها معايا مفاجأة ان هم بيعملوها لوحدهم ومبسوطين بيها جدا. فدي مخلياهم لا احنا عايزين نعمل معاك تيك توك. يعني هم بيبقوا عايزين يعملوا معايا تيك توك. صح، مفيش بقى الحاجات بابايا مشهور بقى وكده. لا مفيش بقى قصه بقى المهرجانات الكلام ده. طبعا في المهرجانات في حاجات حلوه ظريفه يعني، بس في حاجات للاسف مش حلوه قوي. مظبوط. بس بحاول شويه يعني احسن من الذوق العام. يعني دي انا كان هدف من اهدافي ان انا احسن من الذوق العام، مش عشاني ولا عشان الجيل بتاعنا، احنا الجيل بتاعنا خلاص كبر وعارف الذوق الحلو ايه والوحش ايه، بس الجيل الجديد ما بيسمعش غير حاجات شويه بتبوظ الذوق العام. فعشان كده بحاول في وسط التيك توك وفي وسط الحاجات اللي موجوده كتير دي ادخل حاجه فيها شويه فن، فيها شويه ميوزك حلوه، في صوت حلو، في كلمات حلوه ومقبوله وتتسمع. صح.